مساء الخير، حبيت اتواصل معكم. قلت بفطر وبتواصل معكم لخبركم خبريه اكيد حتنبسطوا لي، لان بعرف انه انتم بتحبوني، وانا اوريدي وعدتكم قبل اني بس تصير رح خبركم يلي كان منتحل شخصيه ليلى عبد اللطيف. بدي اقول لكم انه صاروا بالسجن. بتشكر كثير السلطات التركيه اللي القت القبض عليهم، والحمد لله بفضل الله والأمن والبوليس التركي صاروا بالحبس. هاي أول شغلة. تاني شغلة، إن شاء الله قريبا بتلاقوني على CNN بعد العيد، وفي عندي كمان برنامج حيكون، حنرجع برنامج شهري بعدين، المفاجأة من لكم وين. ورح أتواصل معكم. أنا هلأ عم بتواصل أوريدي، الناس بعد الإفطار عم تتواصل معي. برحب بكل واحد فيكم عم يتواصل معي هلا وبعدين، وخصوصا انه في عامله هلا توقعات اللي هي بتجي ب 15/5 وب 30/5 على قناتي الخاصه، ومن بعد هيك رح تلاقوني عبر CNN، عبر قناه تلفزيونيه ومحطه اجنبيه كمان قريبا باللغه، حيكون في ترجمه باللغه الاجنبيه كمان. فبتمنى لكم انتم كمان النجاح، وبتمنى لكم الصحه والعافيه، ويا رب كون يا رب شوفكم قريب وكون عم تحسن ظنكم. بحبكم كثير. باي باي. لا بعد ل 15/5 بحلقه على اليوتيوب قناتي الخاصه. شكرا.